بالعودة إلى الملف الليبي وجلسات منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف، معنا من بنغازي الباحث السياسي محمود فحيل. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. إذن قالها يانكوفيتش اليوم لا بديل على الانتخابات ومدد الحوار يوم غد، ما الذي فعليا يمكن أن يتغير؟ وهل برأيكم فعلا سيتم غدا الاتفاق بين الأطراف على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر؟ أحييكم على اهتمامكم ومتابعتكم، أشكر أهلي في الخليج العربي، إن شاء الله هم مرتاحين وإن شاء الله نكونوا مرتاحين. أتابع صراحة باهتمام ما صرح به كوبيتش الذي يعبر على وجهة نظر العالم أو مراكز القوة المهمين في العالم بإصرارهم على الانتخابات، لكن هذا واقعيا ومحليا لا ينسجم مع أطراف نافذة الآن مسيطرة في طرابلس في شكلها العصابي أو في شكلها الإخوان المسلمين وامتداداتها الإرهابية الأخرى. لاحظنا تصريحات حادة أحد ممثليهم الشباب الممثل للعصابات والميليشيات في الحوار خلال تسريب، أعلن أنهم لن يوافقوا على الإطلاق على انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة ومصرين على استمرار الوضع كما هو عليه. هذا الطرف لا يتحدث من فراغ، هم مجموعات نافذة وفاعلة لديها القدرة على أنهم يحدثوا خلل في شكل الإجرائي أو شكل الفعلي أو شكل من سيستلم السلطة ما بعد الانتخابات. وهذا الطرف ليس بالهينة، طرف مدعوم من تركيا ومدعوم من قطر ومربوط بمافيات وأجندات مباشرة على رأسها خالد المشري وحزب الإخوان والعدالة والبناء في طرابلس. وهذا الطرف اللي دخل في جبهة مباشرة مع الجيش الليبي في فترات ماضية، والآن يتأكد الليبي أن هذه المجموعات رفعت شعار الدولة المدنية والآن تخاصمه، رفعت شعار السلام والصلح وتخاصمه، رفعت شعار وقف الدم وتخاصمه، رفعت شعار الوحدة الوطنية وتقطع ليبيا، رفعت شعار السيادة وتستهدر بالسيادة الليبية وترمي بكل بيضها في الحضن الأردوغاني التركي، ولا يتورعون عن فتح جبهات قريبة وحروب هذه المجموعات. طيب في حال غدا لم يتم التوصل، نعم، كل هذا المسار السياسي برلين واحد برلين اثنان، هذا الاجتماعات وهذا الزخم الدولي فعليا للتوصل بهذه المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى أن تختتم بنجاح وأن تجرى هذه الانتخابات في موعدها، ماذا لو لم يحصل ذلك سيد محمود؟ الطرف يصر علينا أن نوضح وجهة نظر هذه وجهة النظر على الأقل المتابعين من خارج ليبيا. نعرف أن هذا الطرف لا يستطيع أن يعيش إلا في ظل مشروع الفوضى الخلاقة، المشروع اللي بدأ من نيويورك عن طريق كلينتون وأوباما ومؤسسات نافذة في الحكومة الأمريكية، وما زال هذا المشروع المستمر. ما يرضينا هي فقط هي تصريحات مندوب الأمم المتحدة الذي يعطينا إشارة أن هم هذه المنظومة أرادت أن تقطع الطريق نهائيا على منظومة الإسلام السياسي والعصابات والإجرام. هؤلاء اعتادوا على فتح الجبهات، اعتادوا على العمل خارج المنطق والناموس والعيب وما تعرف عليه سواء كان الليبيين أو سواء كان العالم. في قناعتي وبتجربتي معهم هؤلاء لن يسلموا على الإطلاق الانتخابات، حتى لو حالت انتخابات ما لم يكسبون فيها سيخوضون معارك وحروب. لديهم التجربة، لديهم القدرة، لديهم المنفعة، لديهم المصلحة في أن تستمر البلد بهذا الشكل بحجج واهية يصنعونها. كانوا قبل سنة تقريبا يحاربون من أجل انتخابات ودولة مدنية، والآن نجدهم يعارضون هذا المشروع بالكامل إلا في حالة أن يصب في اتجاه مصالحهم واستمرار نفوذهم واستمرار تبعيتهم لمشروع دولي تقودها تركيا. تفصيليا هذه المجموعات، حتى أن الحكومة الوحدة الوطنية لم تعمل على تهدية هذه الأطراف واستيعابهم وعمل جو إيجابي أو جو يهيئ للانتخابات، وهذه إشكالية. لم تستطع الحكومة الوحدة الوطنية القيام بأعمال تشير إلى تهدية أو تشير إلى إضعاف المنظومة الميليشياوية والإخوانية حتى ننتقلوا لكليبين لمشروع 24 ديسمبر. أيضا هذا التاريخ سيكون خطير ومفصلي في حال أنه لم تتم انتخابات. أتصور أن الجيش الليبي سيعلن ما بعد الدخول في حكومة انتقالية حتى تمكين الليبيين للدخول في انتخابات بشكل سلمي وإيجابي. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، بن برغازي الباحث السياسي محمود فحيل، شكرا جزيلا لك.